بجد ترحيب بحضراتكم يعني في الاستوديو اثنين نقاد رياضيين فقره الصحافه طبعا يعني النقاد من يعني ناس انا بحبهم جدا او نقاد من متربيين مع بعض بقى يعني طبعا استاذ خالد العاشر الناقد الرياضي بتحرير اهرام مساء او الناقد الرياضي ونائب رئيس تحرير المساء طبعا استاذ خالد برحب بحضرتك ليه انا عايز اقول كل حاجه حلوه فيك انا عارف والله انا بضحك عشان كده والله عشان انت نفسك تطلع كل حاجه كويسه بالنسبه لك عاده طبعاً. بيحصل لخبطه لكن طبعا مقبوله منك اي حاجه منور انت حبيبي واحنا فعلا انت عارف اخوات وحبايب يعني طبعا يعني ايضا استاذ احمد شامي ناخد الرياضي بالاهرام طبعا هو واحد من الناس المميزين ايضا ربنا يخليك ودائما بنستمتع بيك احمد والله ربنا يخليك يا كابتن وسعيد ان انا مع الاستاذ طيب. خالد بالي كتير طبعا منورين طبعا باستضافه الاهلي واستاذ الاهلي خليني اكلمك قبل ما بطلع فاصل واسيب حضراتكم كان معايا استاذ ياسر المحامي الخاص بالنادي الاهلي كنا بنتكلم على موقف النادي الاهلي واللجنه الاولمبيه وامبارح كان المفروض كان في حكم المفروض يطلع ولكن تم الاعتذار عن استشعار الحرج الطبيعي عند القضاء بالنسبه اللي ممكن تكون قضيه زي قضيه النادي الاهلي واللائحه الخاصه بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا مش عارف استشعار حرج ايه في قضيه زي دي يعني مش قادر استوعبها يعني انا من وجهه نظري انه الكلام اللي انا قلته من زمان هو اللي انا لسه بقوله لانه ما فيهوش جديد مش هيتغير فيش حاجه تغيره انه في حاله استهبال ضد النادي الاهلي. خلاص الناس وقعوا في الغلط فمش عارفين يرجعوا وانتهت القصه على كده. في ارتباك في المشهد حصل في البدايه وناس ما سمعتش الكلام وكان يعني عندهم احساس او عندهم امل تقريبا والله اعلى واعلم انه النادي الاهلي ممكن يحصل فيه حاله انقسام او يحصل حاله تشتت. الساعات اللي فاتت كنت لسه بسال احمد على حاجه عشان يمكن حضرها لما حضرت حاجه هو حضر حاجه فبجمع الحاجتين مع بعض. ده اهم حاجه عندي اللي انا اتكلم فيه. انا طبعا باخذ على اداره الاهلي انها ما راحتش من الاول وخلصت على الاولمبياد الدوليه وخلصت ولجأت عشان خدت التدرج الطبيعي بالنسبه لمواقف زي كده. المفروض انك تقرا المشهد من الاول عشان ما نطولش ونعمل عمليه مط وجذب في الوقت والازمات اللي مالهاش لازمه. انت عرفت ولمست من البدايه ان في استهبال خلاص اقلب الصفحه دي وخش في الصفحه الثانيه. تمام. نرجع بقى للقطه الاهم اللي هي عايز اقول للناس دي كلها انه هتبقى الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي شيء غير طبيعي اللي حصل في المشاهدين بتوع امبارح سواء في ندوه الاستاذ محمود طاهر او مؤتمر الكابتن محمود الخطيب حاجه يا اخي مش ممكن يعني حاجه مش ممكن. الناس قاعدين في الندوه انا حضرت المؤتمر بتاع الكابتن الخطيب اول ما جت صوره المهندس محمود طاهر الناس اللي قاعدين كلهم طاهر احترام تصفيق حد في الكلمه اللي قالها الكابتن الخطيب وبعد ما خلص الكلمه كانهم بيقولوا للناس احنا النادي الاهلي. ما بتغيرش. نروح للخطيبه نروح لمحمود طاهر احنا النادي الاهلي. حاجه محترمه وده كمان تعبير عن ان الناس اللي واقفه على المنصه هنا او هنا اثنين محترمين اثنين على قدر النادي الاهلي حاجه فعلا مشرفه حاجه يفخر بيها عضو الجمعيه بالنادي الاهلي. فبنقول للجنه الاولمبيه انه الاستهبال اللي انت عملتيه الفتره اللي فاتت او استخدمت فيه من طرف او من اخر نهايته قريبه جدا والناس لازم تتعلم يا جماعه الناس لازم تتعلم من التاريخ وتشوف نهايه ده ايه. لازم تعرف ان ده نهايته بتبقى سيئه جدا. بصش تحت رجليك اوعى يتقالك انك بتكسب معركه مؤقته بتقعد بيها على كرسي عالي شويه الكرسي ده يفضل كده لا 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 خالص الكرسي ده هيتسحب من تحتك وهترجع اقل من الطبيعي وهتحس بساعتها بالندم حيث لا ينفع الندم. فانا بقول الكلام ده لاني احنا اتكلمنا في الحاجات دي كتير يا محمد ما فيهاش اي جديد هو يبقى الوضع كما هو عليه. بالعكس اللي بيحصل دلوقتي ترجمه طبيعيه للي احنا توقعناه انك انت لا سند قانوني لك ولا اي حق ومن ثم انت مش قادر تحسم قضيتك عمال تسوف وتاجل وترحل واحد يقول لك استشعر حرج القانوني حرج في ايه؟ ده واحد زائد واحد يساوي اثنين لا انا مكسوف اقول اثنين انا كان نفسي اقول ثلاثه فاتلخبطت. السلام عليكم. في انتخابات في الفتره بالنسبه للانديه والاتحادات ممكن تكون في بعض المشاكل الخاصه طبعا بالانديه والانتخابات دي مجرد ان انت بتقدم النهارده بكره بيبقى الرد موجود على النادي الاهلي حتى الان هو هو الوحيد اللي ايه الحرج اللي فيه؟ الحرج اللي فيه ان الناس اتدبست وهيبقى شكلها وحش لما تكتشف انها على غير صح او انها مخطئه هتعمل ايه ساعتها؟ هتقول لك احنا اسفين؟ ما حدش في البلد دي بيقول احنا اسفين. بعيد عن اي حاجه انا بتكلم كقضيه مطروحه لا علاقه لها لا بسين او صد من الناس اتكلم في قضيه خاصه بالنادي الاهلي قضيه انطرحت قدامنا من فتره وقلنا راينا فيها وحيبان الايام هتكشفها ايا كان مين اللي هيبقى موجود الفتره اللي جايه. لكن هو ده اللي احنا قلناه انه قلنا لهم من بدري ما تزحلقوش عشان لو اتزحلقت مش هتعرف تطلع بعد كده هتطلع مجروح
هتطلع مشوه فملهاش لزوم، محدش سمع الكلام، فربنا يستر والعمليه تعدي. انا هرجع لحضرتك واقول لك يعني برضو انا كنت بسال الاستاذ ياسر على المواقف اذا كان امبارح حصل حكم هتعمل انتخابات على اللائحه الاسترشاديه عادي. وممكن بعد كده لو كسبت قضيتك تعيد الانتخابات. طب الافضل يعني ليا ان انا اجل شهر ولا يطعن في صحه الانتخابات سواء بقى مين مجلس اللي هيبقى متواجد وابتدي اعيد؟ كابتن محمد اقول لك على خلاصه مش محبوب انك تعملها اصلا مع النادي الاهلي. حبيبي الدنيا الدنيا قامت على الكبر. على الكبر يعني هو الشيطان لما تكبر وما سمعش الكلام في الاول وما سجدش قامت الدنيا على كده. أسوأ حاجه أسوأ مرض يجي البني ادم الكبر. طالما لبسك الكبر انسى، طالما ما هديتش على نفسك وهزمت نفسك انسى. تهزم نفسك يعني تهزم الكبر الوقت، مش الكبرياء، تهزم الكبر التعالي. عشان كده لما بنقول يا جماعه ذاكروا وادرسوا واهدوا وما تتكبروش، ومش معنى انك قاعد على الكرسي انك انت الاعلى والاقدر والاقدر، لا بالعكس، ده انت لما تبقى قاعد على الكرسي يبقى انت الاكثر تواضعا طبعاً وهدوءا ودراسه واتخاذا للقرارات، وما تدخلش طرف في اي صراع. انت الحكم يا راجل يا طيب، انت الحكم. هو معمول المركز ده ليه؟ عشان حته الحكم، انت الحكم بقى ما دام انت اللي حطيت نفسك في هذه الجزئيه. انا اللي حطيت القانون وانا اللي بتابع القانون، تدخل طرف ازاي؟ هتدخل طرف انسحب من الملعب. صحيح، عشان كده يعني احمد يعني خليني اقول لك اعتذار ربع محكم حتى الان بالنسبه لهيئه التسويه والتحكيم، بتخليك تقول ان اللجنه الاولمبيه فيها تدخلات عشان كده بيحصل اعتذار، حته الاستشعار الحرج ده، ولا ما يتقال كده بالنسبه لهذه القضيه بالذات؟ ايه اللي بيجي في دماغ اي حد ممكن في الشارع العادي او بالنسبه للصحافه نفسها كمان؟ بص، الاستشعار الحرج دايما هو الخروج الامن لاي مسؤول اي قاضي. ده الخروج اللي هو بقول فيه ان انا مش قادر فخلاص. فليه مش قادر؟ لان انت النهارده قدام نفس الموقف في قضاه، يعني اللي اشرف على الجمعيه العموميه في الاهلي في اليومين هم قضاه، يعني زمايلك. هتقول غلط؟ ما ينفعش. لا، ما كان بيتقال قبل كده غلط. لا، بس يعني الموقف ده يعني تحديدا بطلان انتخابات في وقت وقت هو ما غلط. لا بص، لا انت الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه للنادي الاهلي هي الجمعيه الوحيده التي اشرف عليها انتخابات القضاه كامله تمام في اليومين. فبقى عنده مشكله يقول قدام على زمايله ان هم مش صح، خاصه ان النيابه الاداريه هي اصل الاجراءات. يعني النهارده مين اللي بيحقق مع اي موظف؟ هي النيابه الاداريه. بتحقق في ايه؟ في ناحيه الاجراءات، هم بقى اللي عاملين الاجراءات. يبقى صح ولا غلط؟ فالراجل المحكم عنده مشكلتين، لو هيصطدم بزمايله ولا يقول انا اشعر الحرج عشان نجيب واحد تاني علشان الانتخابات تتعمل وبعد الانتخابات خلاص بقى الموضوع هينتهي. هو ده النهارده انت بتتكلم، لو عدى يوم 30 على الاهلي بدون انتخابات وفق اللائحه الموضوعه هيتم حل النادي الاهلي، النادي مش المجلس الاداري. اعاده اشاره ما خلاص بقى حل النادي ده يبدا من الاول بقى واتكلم وشوف. فهو الراجل قال لك طب استشعر حرج، المفروض اعتقد الخميس اللي جاي يكون في تحديد جلسه لان هو يبقى في محكم، واما المحكم يجي ويشوف وياخد وقت تكون الانتخابات اتعملت، يكون اصلا اللائحه الاسترشاديه خلصت. يعني بمجرد اجراء الانتخابات ما فيش لائحه استرشاديه طبعا، فاذا ما هيبقاش عندك قضيه. بس عشان يعني في نقطه بس خلاف، الناس بتقول لك طب لو الحكم طلع خلاص ما فيش قضيه، الانتخابات اتعملت انتهت، هتبدا انت كمجلس اداره موجود تعمل لائحه جديده. ال- 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 القرار غير منصف وضد وعناد، البدايه كانت غلط فلازم انها تبقى غلط، لكن الخروج الاخير للموضوع ده ان الانتخابات تتعمل على اللائحه الاسترشاديه، فبقاش في لائحه استرشاديه والموضوع اتقفل. المره الرابعه اللي انت بتتكلم فيها، هو في الاربع مرات بعيدا عن استشعار الحرج، المحكم او المكلف من اللجنه الاولمبيه ما بقاش عنده رد. هو الناس بتتكلم هي صح ولا غلط؟ يعني الاجراءات صح ولا غلط؟ لا، ممكن المحكم يكون شايفها صحيحه، وزي ما بقول لك في يمكن الاستاذ ياسر بالكلام بيقول في تدخلات موجوده من ما ده طبيعي موجودين داخل اللجنه الاولمبيه. هو النهارده يا كابتن فاروق هقول لحضرتك حاجه، القاضي هيقول لك انا لا، ما انا طبعا بص حاجه خليني اعملها لك، خليني اقولها لك ببساطه، انا وانت في بينا مشكله، فالنهارده في محكم ليك ومحكم ليا، الطبيعي المحكم بتاعك هيبقى معاك والطبيعي المحكم بتاعي هيبقى معايا. لو جبنا الاستاذ خالد انت صاحبه وانا صاحبه، طب هيجي عليك ولا يجي عليا؟ في الحق المفروض يعني تيجي في الصح، لكن انت بتتكلم النهارده في انكسار دوله تتكسر قدام النادي الاهلي.
هو دي الثقافه اللي هم حطوها. بس دوره اللجنه الاولمبيه بص يا ريس هنكون هنكون بس منصفين، كان في اتجاه كبير جدا قبل القرار الاخير برفض لائحه الاهلي وعدم صحتها ان يبقى في موافقه على صحه اجراءات الاهلي، فحصل تدخل اخير وقال لك طب خلاص طالما الاهلي يعملها على يومين سيب الانديه كلها تعملها على يومين وثلاثه واربعه وخمسه. فلذلك رئيس اللجنه الاولمبيه اضطر ان هو يطلع قرار بطلان جمال عموميه الاهلي وحالتها لمركز التحكيم. طب استمرارا بقى للجزئيه دي، لان برضو احنا كقلعه كبيره كابتن استاذ خالد ما ينفعش ابدا ان انا يحصل حته الهزه دي. يعني انت كلنا سعداء وحضرتك بتتكلم على المؤتمر الخاص بالكابتن محمود خطيب، المؤتمر الخاص للمهندس محمود طاهر، وكميه الامل والتفاؤل في كل برنامج سواء بقى هنا او هنا، وقد ايه احنا عندنا حته فخر فعلا بالكوادر الموجوده والمستقبل. يعني ما شاء الله احنا بقول احنا عندنا كوادر مش موجوده عند اي نادي طبعا، وكان النادي الاهلي دايما محتاج حته الاستقرار. انت كده في وقت من الاوقات ممكن لو خاص بقرار التحكيم باقرار لائحه النادي الاهلي هتكون لالا بطلان في الانتخابات لو كانت عملت لالا يعني هتكون في مشاكل في الفتره القادمه. شوف انا اقول لك الحاجه، هو ثقه برضو في الجمعيه العموميه هو ان شاء الله مش هيحصل حاجه الفتره اللي جايه. يعني باذن الله ايا كان اللي هينجح هو الواحد بس بيتخوف على النادي الاهلي. لا انا عمري ما خفت على النادي الاهلي خالص. كان دايما بقول انه في ترتيب، في حاجات كده متتاليه داخل النادي الاهلي، في حاجه بتحمي، مفيش في حاجه تانية وراه، في حاجه ثالثه، في رابعه، في خمسه، يعني دايما هتلاقي في ايه سدود واقفه ورا بعضها جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي مش حيطه هتهدها وتعدي، لا انت هتدي حيطه اللي هتهدها في واحده وراها اعلى منها، هتهدها في واحده اعلى واقوى منها. في النادي الاهلي ما حدش من بره كده زي دول هيقدر يخترقوا بسهوله عشان يهدوا. ليه؟ لان هو النادي الاهلي عامل زي ايه؟ كانك انت بتعوم في بحر. هل انت تقدر تجيب اخر البحر؟ لا هتجيب اخره من تحت عمقا ولا طولا ولا عرضا، ولا هتقدر تصفيه ولا تفضي ميته. ده النادي الاهلي. فكل ده انا بعتبره عبث. هو بس يعني دخل النادي الاهلي في حوارات مش سكه النادي وما كانش ينبغي ان احنا ندخل فيها. وعشان كده انا قلت ايه، كان المفروض ان المجلس خلاص واثق من قرارك من البدايه على طول، خش على طول واحسم يا يا لا على الاقل كنت هتريح الدنيا وتريح الناس. يا خلاص المحكمه الدوليه تحكم لك. هو المحكمه الدوليه انت الفكره نفسها، انت حته ان انت تدخلات من بره مصر بتبقى موقف برضه بيبقى محرج جدا، المفروض قلعه رياضه مصريه. جميل. ما انت لما تحس انك انت مهدد برضه بالطريقه دي ومحاصر بالطريقه دي وانت واثق من نفسك، ما هي برضه جوه في الملعب، وانت يعني رايح محكمه قضاء اداري ولا محكمه بره، انت رايح برضه محكمه دوليه تبع. بس هو المجلس واخد قرار ان هو مش هياخد خطوه اللجنه الاولمبيه الدوليه الا لما تكون عندك حكم او قرار اللجنه الاولمبيه المصريه، يعني لازم يكون في هنا حاجه عشان يطلع يقول بره انا ما خدتش حقي هنا، ما خدتش الدرجات وعندي مستند هنا. طيب انا افترض زي ما انت بتقول، خليني معاك واحده واحده كده، وانت اللي قلت انا قلت ان اللجنه الاولمبيه فاضل اسبوعين على الانتخابات، تتأجل الخميس اللي جاي. ما هي ما فيش، لا هو بص يبقى فين القرار اللي انا هشتغل عليه؟ بص انت قرارك طبيعي هينتهي مع الانتخابات. مع الانتخابات خلاص. ايه اللي انا هعمله مع الانتخابات؟ انت هتعمل جمعيه عموميه ثانيه عشان هتعمل لائحتك. تمام. يعني كل اللي فات ده كان رساله لكل الانديه ما حدش يعمل زي الاهلي. تمام جميل. عشان ما تخرجوش عن النص. جميل رغم ان الاهلي ما خرجش عن النص، الاهلي طبق القانون. انت بتقول لي اعمل جمعيه عموميه، قلت لي يوم ولا يومين؟ قلت لي جمعيه، اجتماع بقى اعمله النهارده بكره وبعده. التفاصيل دي بقى ما هي دي التفاصيل، هي دي كانت الخناقه. اوكي في النهايه انت مش هتستفيد بقى، مش هتعمل حاجه، لانه طالما الانتخابات اتعملت زي ما انت قلت انتهى ملف اللائحه الاسترشاديه. هتروح انت تعمل ايه فيها؟ هتقطعها؟ هي متقطعه. بص هتعمل ايه؟ خلاص هو في الموقفين. هو استاذ اشرف، استاذ احمد بيتكلم على جزئيه ان انت خلاص بقى هتبتدي تعمل اللائحه الخاصه بقى بتاعتك كمجلس اداره في التوقيت ده. طب اوكي، ما انا عشان كده بقول ايه؟ برضو بقول من قبل كده مش من النهارده. انا خلاص وصلت للمرحله اللي خلاص قضي الامر. كان من الاول مجلس اداره النادي الاهلي ياخد الخطوه. هتروح ازاي؟ يعني ايه اروح ازاي؟ ما هو ما ينفعش تروح اللجنه الاولمبيه الدوليه لما يكون عندك تحويل من اللجنه الاولمبيه المصريه. لا وانا لما امشكوا انه في تسويف ومفيش قرار واحكي اللي بيحصل ده هيحصل تحقيق. حلو كويس، القرار هيرجع اللجنه الاولمبيه المصريه، ردوا علينا. تمام. ما ترد عليك يقول لك لا والله احنا لسه عندنا اجراءات وبنشوف
وبنحل وبنعمل، خاصه ان انت ساعتها في... انا بس عملت اللي عليا. لا في النهارده ما انت عملت اللي عليك. هو نفس الموقف اللي انت فيه على فكره. هو المجلس ما فرطش في حقه في صحه اجراءاته. هو بيقول ان انا بالظبط عندي قضيه داخليه بحارب عنها، بحارب بقول ان ده حقي ان انا عملت اجراءات صح. النهارده الجمعيه العموميه تواجدت في يومين والعدد كمل وقرت بما تم تدوينه داخل الاوراق. الرفض اللي جه من اللجنه الاولمبيه المصريه ما قالش ليه على فكره. جميل. هو قال لك البطلان. ليه يا عم؟ قال لك اصل انا كنت عايز يوم وهي اتعملت على يومين. جميل. وما ينفعش. طب قول لي ما يثبت ان انت صح. يعني قول لي انت يوم ولا يومين ليه؟ برضه سوري انا اسف يعني ما اقصدش ادخل في التفاصيل. لا لا طبعا. برضه انا بس عايز اقول ايه؟ ما هو ما ينفعش. من المؤكد انه اللجنه الاولمبيه الدوليه لو اتصلت باللجنه الاولمبيه المصريه هتقول لها عندي اجراءات بس هينطلب منها يتحدد مواعيد. بص يا استاذ خالد نفس اللي حصل مع الاهلي التصعيد يا احمد. لا التصعيد ده ما كانش ينفع كده. ما هو مش صحيح. بص لو كان ينفع كده كان اتحاد الكره النهارده المفروض يكون فيه انتخابات صح؟ لا اتحاد الكره خلي بالك في الاول بعت استفسار للاتحاد الدولي بموقفه. احمد هو اتحاد الكره حد يقدر عليه؟ ما بعتش استفسار. بقول لك ايه؟ سيبك من الاستفسارات. هو النهارده انت القانون كان واضح. عايزه يتكلم. القانون النهارده كان واضح. لا القانون كان واضح ان انتخابات على الجميع صح؟ مش ده القانون؟ تمام. النهارده قلت لي لا بص اصل انت عملت انتخابات السنه اللي فاتت وما ينفعش تعمل السنه دي. من وجهه نظرك اسمه ايه؟ ده تسويف واستهبال ولا مفيش استهبال؟ ما التسويف ده بيكون بضم كل حاجه. طيب انا ايه استهبال وهبل وكل حاجه. ماشي معايا على نفس الفكره. فهو ده لا هو انا بقول لك الاهلي موقفه في النقطه دي واضح من الاول ان انا عملت جمعيه عموميه فانا مكمل في اجراءاتي. المجلس لو لما ينجح في 30 نوفمبر هو هيعمل لائحته ثاني هيعتمدها. بس هي قصه ان انت هتعمل جمعيه وما تعتمد اللائحه. اوكي ماشي. فانت خلاص يعني كفكره اللجنه الاولمبيه ان انت خلاص بقى هتنسى الموضوع ده. خلاص بص 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 يا كابتن بص اقول لك على حاجه. النهارده اللجنه الاولمبيه الدوليه او يبقى في تدخل خارجي 15000 يعني هي نقطه 15000 ما 15000 روح انتخبوا بقى. ماشي هو انا كل شويه اجيب 15000 هيجوا هيجوا. لا مش موضوع ييجوا. انت دلوقتي فعلا وانت مش بتعاند مجلس اداره. انت بتعاند جمعيه عموميه. ما هو الراجل انت كمان انت زنقته كمان كاهلي ما تزعلش مني يعني. انت زنقت اللجنه الاولمبيه وقلت له انا عملت جمعيه عموميه. فقال لك طب وانت عملتها ازاي؟ ليه وانا فاجئته؟ فاجئته. هم كانوا على فكره لا لا انا عايز اقول لك ان لغايه يوم الاربعاء قبل الانتخابات قبل الجمعيه العموميه بيوم وهم عندهم امل ان الاهلي يعمل لا يعملها في يوم واحد ان هو كان اول يوم الخميس. دي مشكلته هو مع نفسه. ما هو كان عنده قصته وقضيته. طب انا عايز اقول لك حاجه. انا كان عندي مكالمه مع الاستاذ محمد سويله. تمام. راجل صديق شخصي يعني. فقلت له انت هتحضر وما تحضرش؟ قال لي بص احنا المفروض هنحضر كجهه اداريه. تمام. قال لي بس انا جالي جواب قالوا لي ما تروحش الاهلي نصا. قلت له طب ليه؟ قال لي ما خلاص هم اللي ماسكين. قال لك ما تروحش. انا مش هروح وانا كده كده عندي فرح ابني هبقى مشغول فيه مش هروح. طب خلينا بس خلينا نجمع احنا هكمل لك بس لا لا عشان يخرج من المطب ده. قال لك في اشراف قضائي. اعتقد الاشراف القضائي ده قاطع في كويس. اي حاجه كويس. ما تقدرش تقول في تزوير. انا عايز اقول لك على حاجه. الجمعيه الوحيده اللي ما تحدش يتقال عليها عندها مشكله في التصويت او في الحضور او في الاعضاء هي جمعيه العموميه النادي الاهلي. الزمالك اتقال عليه. الزهور اتقال عليه. الصيد اي شمس كل الانديه او الهيئات الرياضيه اللي عملت جمعيه عموميه كل الناس شككت فيها ما عدا الاهلي. بص يا احمد اللي انت بتقوله ده عامل زي واحد جه لبس عنده فرح لبس وتشيك قوي وبارفن نفسه وزوق نفسه وجاب عربيه زي محمد فاروق. زي محمد كده بالظبط. جاب بقول لك فاروق جاب عربيه جديده واخد بالك. ما شاء الله. فين الناس؟ المهم وخد بعضه خد بعضه وعمل كل الاجراءات انه رايح خلاص رايح يكتب كتاب. دخل القاعه ما لقاش حد خالص. قالوا له ايه ده انت فرحك بكره وكاتب كتابك بكره. قال لهم ده انا عملت كل حاجه. يا جماعه انت حر بقى دي مشكلتك برضو مع نفسك. انا بتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي انت باللي انت بتقوله ده كده ان هو جميع اجراءاته سليمه ولكن لب الموضوع مش متواجد اللي هو الخلاف مع اللجنه الاولمبيه انه ده غلط ما تروحش النهارده. ما تروح اكمل بس خالد يعني الوزير 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 قبل في البرج العرب كان حاضر في الاهلي كان موجود في النادي الاهلي. انا حاضر 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 فجاه على فكره ما حدش كان عامل ترتيب. لما اتسال يا سياده الوزير الاهلي اللي عمل الجماعه بتاعته صح ولا غلط؟ قال له الاهلي عملها على يومين تسييرا للاعضاء. يعني معلش غلط ولا قال صح. ده تلاعب بالالفاظ. ده تلاعب بالالفاظ. هو مش حاسس. هرجعك اتفضل هرجعك لنقطه الاصل انه النادي الاهلي من الاول يا احمد وانت وانا عارفين انه معروف ان مش هيتوافق له على حاجه. خلاص؟ يبقى كان لازم موقف جد صريح وواضح ومباشر
ايا كانت النتائج. طيب هكذا كان بيفعل المجلس. سؤالي بس قبل ما اطلع لفاصل خالد، اتفضل. هل ممكن النادي الاهلي يلجا الى الدوله نفسها او للحل هذا الموضوع قبل مثلا الانتخابات 30 نوفمبر؟ لا خلاص، مين في الدوله؟ يلزم. ها؟ مين في الدوله؟ ملاش اي لزوم. رئاسة الوزراء طبعا، وزاره الشباب. انت قلت وزاره الشباب والرياضه قالت اوكي، يعني خلينا معلومه منك. خلينا انا قلت هعمل ارباك للدوله ملوش اي لازمه دلوقتي. لا خلاص. انت هتعمل تدخل حكومي كده. طيب ماشي، ايه رايك؟ ماشي، انا بتكلم بشكل ودي. لا 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 والله، لا ده أنا ده, أنا ده لو حصل شكوى ل طبعا الجهه الاعلى في الدوله هتبقى يا رئاسه الوزراء رئاسه الجمهوريه، هتقول لهم ان كلامي صح. فهم لما ترجع تاني، بص شوف هقول لك على حاجه، اللجنه الاولمبيه ما كانتش بتشتغل بدماغها، عشان بس نكون منصفين. اللجنه الاولمبيه هي مش هي اللي بتشتغل، وزير الشباب والرياضه هو اللي كان بيشتغل. كلنا عارفين ده خلاص، الموضوع منتهي. هو وزير الشباب والرياضه كان عايز يعمل كلاش مع الاهلي، ولما الاضواء اتخطفت عن وزير الشباب والرياضه راح زياره للنادي الاهلي. عشان كان بقول لك بس انه خلاص كده التدخل يعني ما ينفعش. خلاص انت بتتوقع. انا قلت لك وانا بقول لك ما ينفعش، وانا بقول لك وانا بقول لك الاهلي موقفه صحيح. التصعيد بس فقط. لا لا، هي القضيه تنتهي يا كابتن فاروق. حبيبي محمد، كان خلاص الان باقي اسبوعان على الانتخابات. على الجميع ان يركز في هذا الامر. بعد الانتخابات بقى ليك حق، عايز تسترد انت بطريقتك وتبين الناس دي كانت على باطل، دي قضيه ثانيه خالص. لكن دلوقتي انت محتاج، الناس كلها محتاج تركز عشان خاطر النادي الاهلي وجمعيته العموميه وانتخاباته وخلاص. لا تفكر، لا تقول لي دوله. يعني سي مثلا وصلت الخبر لرئيس الوزراء، اكتشف ان عندك، هيعمل ايه؟ هو واصل اكيد. لا انت رحت له بقى عشان تفعل دوره، قلت له يا معالي الوزير، يا معالي رئيس الوزراء، 1 2 3 4، قال لك والله انت عندك حق. افتكر يعمل ايه؟ هيروح مثلا لحطب يقول له تعالى انت غلطت يا حطب، ارجع في كلامك النهارده. اي تغيير هيعمل ارباك في المشهد. هو ده السبب، عمالين ونتعامل مع هو ده السبب في استشعار حرج من جميع المحكمين او القضاه الموجودين في النظام كله بدون استثناء. يعني انا عايز اقول لك، بتشوفوا ان ده موقف، ان هو شايفين موقف الاهلي صحيح. هو موقف الاهلي صح، بس ما يقدرش يقول الاهلي صح، لان انت كده بتقول الدوله غلط. عارف ليه بقى يا احمد؟ عارف ليه؟ اللجنه الاولمبيه، عارف ليه الكلام اللي انت بتقوله ده صح؟ ليه؟ لانه لو اللجنه الاولمبيه على حق كان اقر، كان اقر وقال لك ان على حقه خلص. بس لانك كنت بص، انما انت لو ريحتنا يا كابتن فاروق وريحونا يا كابتن فاروق. انت الذي لما تفعله اللجنه الاولمبيه ان هي تقدم اسباب رفض اللجنه العموميه للاهلي، لازم القاضي يقوله. لما اجي اقول الاهلي غلط ليه؟ عشان 1 2 3 4. هو مش، هو القاضي شايف ان الاهلي صح، بس عادة. مش قادر يقول لا، عشان تبقى انت لجنه اولمبيه، يبقى ما فيش انتخابات، يبقى ما فيش اهلي، يبقى ما فيش رياضه. صحيح. طيب خلينا نروح لفاصل وارجع بقى اتكلم. بعد ما احنا بنتكلم عن الانتخابات كده، جزء بسيط كده من الانتخابات ورايكم في الفتره القادمه بالنسبه ل، مش عايز اقول المنافسه الانتخابيه، ما فيش صراع، يعني حته صراع مش موجوده داخل النادي الاهلي. المنافسه الانتخابيه الشريفه ما بين المهندس محمود طاهر وكابتن محمود خطيب وقائمتهم هم الاثنين، وطبعا في افاضل يعني اساتذه موجودين، افاضل كبار موجودين ايضا بيترشحوا لرئاسه النادي، وايضا كمرشحين مستقلين برضه بينافسوا في هذه الجزئيه. طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي، لان زي ما بقول لكم كوادر كتير جدا، الواحد بيفخر ان هذه الكوادر موجوده، وبالنسبه لافكارهم وبرامجهم اللي بتبقى موجوده اكيد في خدمه النادي الاهلي. فاصل وارجع اكمل كلامي مع ضيوفي الكرام. بجد الترحيب بحضراتكم مستكملين كلامنا طبعا مع استاذ خالد العاشي واستاذ احمد الشامي. يعني جزء الانتخاب اللي احنا كنا نتكلم عليه، يعني نلقي الضوء عليه طبعا. حتى الان طبعا بنتكلم على بالنسبه لرئاسه النادي الاهلي، استاذ الهامي عجينه طبعا احد المرشحين، استاذ محمد ثابت فضل الله، كابتن محمود الخطيب، مهندس محمود طاهر، كل واحد بيقدم البرنامج الخاص ليه. لكن طبعا في الاول وفي الاخر المكسب هو النادي الاهلي بشكل عام. استاذ خالد تمام. هو طبعا احنا بنشكر استاذ الهامي، بنشكر استاذ محمد ثابت، ناس حريصه على انها تشارك باي صوره وتعرض نفسها لخدمه النادي الاهلي. ده شيء جميل يحسب ليهم. ما حدش فيهم بيفكر في النتيجه، ما حدش فيهم بيحسب انا هاخد كام صوت او مش كام صوت. كل واحد فيهم عنده احساس انه يقدر يخدم او يعمل حاجه لصالح كيان النادي الاهلي، فبيقدم نفسه وخلاص الراي الاخير للجمعيه العموميه. لكن في النهايه بتتكلم عن ناس عندها فرص اكتر او اكبر، زي محمود طاهر الرئيس الحالي او كابتن محمود الخطيب. الحقيقه احنا في الفترات اللي فاتت اتكلمنا عن المهندس محمود طاهر كتير، واشدنا بادائه وباخلاقه وبالدور اللي لعبه، وله مواقف يعني
تحسب ليه، وفي ظل ظروف برضو يعني متباينه قدر يحقق او يواصل ما حققه من سبقوه على نفس نظام النادي الاهلي اللي هو التراك بتاع النادي الاهلي. اي حد بيقعد على الكرسي ربنا بيوفقه وبيعمل، لم يتخاذل ولم يتقاعس ولم يقصر في حق النادي الاهلي. انما اللي عجبني بصراحه وده اللي ما بنشوفوش في اي نادي يا كابتن فاروق، برضو عشان في ناس كتير توقعت ان انتخابات النادي الاهلي اللي جايه هتبقى اسوأ انتخابات في التاريخ. الناس دي ما خدتش بالها من الطرف الثاني اللي داخل، معلش ما حدش يفهم كلامي غلط، هو الخطيب. يعني احنا من امتى بنشوف محمود الخطيب لما يدخل صراع انتخابي نقول انه هيبقى فيه انتخابات سيئه؟ ما نقولش بقى صراع، بقى نقول منافسه. سوري، نقول منافسه الانتخابيه، معلش، وعشان كان الواحد متعود. وخد بالك برضو احنا بنتكلم على الصراع بيبقى نيتنا حسنه، يعني طبعا مش الصراع اللي هو القتال، يعني صراع محمود. بالظبط بالظبط. فخلينا في المنافسه الانتخابيه، انه الطرف اللي الثاني اللي داخل محمود الخطيب. محمود الخطيب بالقايمه اللي معاه برضو يعني اعتقد انهم واجهه مشرفه للنادي الاهلي، فاضل طبعا، حاجه محترمه جدا، كوادر محترمه طبعا، وتشوفهم وهم بيتكلموا وهم بيقدموا نفسهم يا جماعه، ده النادي الاهلي. يعني هو ده برضه النادي الاهلي، فده دي الحاجه اللي كانت لافته نظري. عشان ما حدش يقول بس بتكلم على طرف على حساب الاخر، لكن انا نويت في الاول ان احنا اتكلمنا كتير على المهندس محمود طاهر. طبعا احمد قعدنا مع بعض كتير هنا وتناولنا الموضوع ده. انما هو المشهد الجديد اللي بيرسخ ويؤكد ان ولاد النادي الاهلي حاجه عاليه جدا يا جماعه، وحاجه راقيه جدا يا جماعه. اللي كان قاعد امبارح في المؤتمر بيتفرج على مشهد احمد، انا ما اسعدنيش الحظ ان انا الحق برضه ندوه الصمود لان خلص متاخره مؤتمر الكابتن الخطيب. تحس ان النادي الاهلي دايما ولاد، ولما حد من عنده بيغيب وبيرجع هو هو ما بيتغيرش. كابتن الخطيب الفتره اللي فاتت غاب، ما تحطش جواه شحن، ما حدش قدر يشحنه، ما حدش قدر يغيره. بيقف يتكلم باحترام، يتكلم بادب عن الناس، التاريخ يتكلم بادب عن الناس اللي موجوده، يقدر الدور اللي اتعمل حاليا. جميع القايمه اللي معاه حاجه غايه في الروعه. انا لحد دلوقتي وفاضل اسبوعين على الانتخابات مش قادر يجي جوايا الاحساس اللي الناس بتتكلم فيه. ليه؟ تاني لانه الطرف اللي دخل على محمود طاهر معروف انه راجل الكل بدون استثناء يشهد له بانه راجل محترم، نظيف، مؤدب، عنده اخلاق وعنده يعني قيمه ومبادئه الخاصه بتاعته اللي هو ماشي بيها وما بيغيرهاش. اما يجي عليه المنافس الثاني كابتن محمود الخطيب، لا ده انت تضمن، مش هنقول معركه انتخابيه كمان بقى، هنقول سباق، مش حتى منافسه، سباق انتخابي راقي جدا جدا جدا. راقي جدا، جميع الاطراف اللي هنا او هنا حاجه مشرفه. حاجه مشرفه. الاسماء اللي بتنطرح برضو ايه، مثلا مستوى مراد فهمي ده العامل فاروق، صحيح. هنا المهندس خالد الرندلي، هنا خالد، هنا كامل زاهر، والاعضاء هنا مجموعه من اولاد النادي الاهلي، مثلا زي ما بنقول جوهر ورانيا وكل المجموعه اولاد النادي الاهلي، وهنا ناس جايه تخدم في النادي الاهلي، خالد حبيب، هاني سيد الدين، المهندس محمد يحيى. يعني انت بتتفرج على مشهد، انما انا يمكن بس عشان لما شفت انتخابات في انديه ثانيه وشفت بقى ما يسمى بالصراع والخلافات والازمات والمشاكل، لا ده انا بنحني لاعضاء الجمعيه العموميه. نفسي تقول الانديه الثانيه، الانديه الثانيه الانديه الثانيه، هو ما فيش حاجه مستخبيه، ما احنا شايفين اللي حصل في نادي الزمالك. انا مش بنقول سر على فكره، احنا على فكره احنا انت عارف ان احنا كنا اللي على راسنا واضحه. خلينا في نادينا، خلينا في نادينا احنا ينادينا بعد اذنك. وعلى فكره احنا كصحفيين نحزن انه ده يتواجد في اي نادي. ما انا نفسي يكون يعني الناس نهج كده، نهج كله قدوه، اتفرج على النادي الاهلي داخل محمود الخطيب داخل، مفيش بينه وبين محمود طاهر منافسه. طيب ده داخل النادي الاهلي. خليني واحنا بنتكلم يعني احنا بنتكلم عن الانديه الثانيه، ان في ناس حابين بس يعملوا مشكله ما بين الطرفين اللي هو المفروض يعني القايمتين دول. يعني ليه؟ اللي هو ده الهدف منه ايه؟ طب انا واثق ان هم مش ناس ممكن يبقى من الطرفين، هو في حد ممكن يبقى دخيل يرمي كلمه، يعني مثلا يرمي كلمه ان المهندس محمود طاهر ما عملش انجازات. ما دي برضو ايه يعني مين هدفه كده، او وايه السبب ان يعمل حاجه زي كده او يقول حاجه زي كده؟ شوف يعني انا عندي كده شعار بسيط مع الانتخابات، هي منافسه ما بين قائمه العمل والامل. قائمه العمل ممثله في المهندس محمود طاهر اللي هو الراجل اشتغل وبيشتغل، وقائمه الامل الكابتن محمود الخطيب اللي هو الراجل لسه عايز يجي يبقى رئيس النادي الاهلي ويعمل باع ويد. السؤال اللي حضرتك بتطرحه مغزاه
ان انت النهارده في كل عمليه انتخابيه ليها رجاله، رجاله بتقول ايه؟ انا ممكن النهارده اعمل ولائي للمهندس محمود طاهر او الكابتن محمود الخطيب بان انا اقول له ده مثلا كابتن الخطيب ده محمود طاهر بيتكلم عليك وحش وبيقول والعكس، فتبدا هنا المشاحنات، ده بيتكلم ده اتكلم، فتلاقي نفسي في حاله اشتعال مطلوب منه، هم بيستفيدوا منه، والنهايه الانتخابات بتنتهي وخلاص الموضوع بيخلص. صحيح. لكن عايز اقول لك ان استكمالا لكلام الاستاذ خالد، هو مش سباقه بس، انت بتتكلم على رؤيه عايز تقدمها في الاهلي ممثله في القائمتين، لكن لما تيجي تتكلم على الارض الواقع بحكم الموجود، فهو المهندس محمود طاهر عمل حاجات كتير، نقل النادي الاهلي نقله انشائيه، وده كان واحد من الحاجات المهمه. النهارده مجلس الاهلي السابق او الاسبق لفترات طويله كان موجود في القطاع الرياضي بشكله، النهارده ان الاهلي هو الاقوى رياضيا من ناحيه كره القدم، فده ممكن يكون نوع من انواع التسويق ليه على مستوى العالم، فعمل له شكل تاني في الخريطه الرياضيه. كان مهمل جزء الالعاب الاخرى، ما كانش عندنا العاب، بس ما كانش بالطفره اللي حصلت في الاربع سنين الاخيره، عشان بس يعني نكون منصفين. وعلى فكره ده مش تقليل من حد، لا تقليل من مجلس الكابتن حسن حمدي، ولا تفخيم في مجلس المهندس محمود طاهر، ولا حتى هيبقى تشويه تستكمل انت عايز توصل لاحسن حاجه بالظبط، ولا هيبقى تشويه خلي بالك. يعني اعتقد ان البرنامج الانتخابي الخاص بالمهندس محمود طاهر مثلا هو استكمال للي بيعمله دلوقتي. بالظبط. بص هقول لك على حاجه، قصها كده بالظبط. كابتن محمود الكابتن حسن حمدي مجلسه جاب ارض الشيخ زايد، استكملها الكابتن استكملها المهندس محمود طاهر، المهندس محمود طاهر جاب دلوقتي ارض التجمع، ممكن هو يكملها، ممكن قائمه الخطيب تكملها، لكن في الاخر هو النادي الاهلي بفروع جديده، الاهلي بشكل جديد، الاهلي بقى ليه اكتر من فرع، ليه رؤيه اكبر لاعضاء. المطلوب من الناس دلوقتي ان هي تختار لصالح النادي الاهلي وليس لصالح اشخاص. شوف قناعات الاشخاص دايما هي اللي بتخسرنا. انا ممكن اكون يعني معجب بالاستاذ خالد، بس مش هشوف الاستاذ خالد ده اللي يقدر يكمل لي الطفره، يعمل لي شكل جديد، وممكن العكس، ممكن اكون رؤيتي فيه غلط، فلا ده ممكن يبقى اختيار صحيح. الاهم النادي الاهلي يستفيد، استفاده النادي الاهلي وضحت في الاربع سنين اللي فاتت، وضحت بشكل كبير. النهارده بقت تشوف الاهلي، كابتن فاروق انت تواجدت في الاهلي للالفيه، يعني انت كنت موجود اعتقد لغايه 2003 كويس. من 2003 لغايه 2014 حتى 2017 اللي احنا فيها، او من 2013 شكل الاهلي اختلف انشائيا، ده كان مهم. انت بتتكلم كلاعب بس، انا كعضو جماعه عموميه يعني الوضع اختلف برضه طبعا. ما هو بص اقول لك على حاجه، انت النهارده بتشوف، انا متواجد في النادي الاهلي كعضو جماعه عموميه، انت بص انت بتشوف الاهلي كعضو ماشي، الناس بتشوف الاهلي كجماهير يعني هو كل الاهلي بيتشاف باوجه كتير. خلي بالك بص، عشان بس ما نفرقش ما بين الجماهير العموميه والجمهور، لا هو كيان واحد، منظومه واحده. خلي بالك الجمهور يعني. الجمهور طول عمره جمهور الكره، فهو عاشق للكره. طب ما هو جماهير العموميه، جمهور النادي الاهلي هو جزء من الجماهير العموميه، في جزء، لكن الجزء اللي بيحس بالاستفاده اكتر في ناحيه الانشاءات او التطوير او الالعاب او المشاركات هو العضو الجماهيري. وانت ما بتاخد بطولات ما الجمهور بيستفاد؟ لا بيستفاد. انت عايز تحقق تنفس وسعاده، انت بتحقق السعاده بتاعته، ده قصه طيب. تانية استفاده نفسيه ومعنويه حاجه طيب. واستفاده واقعيه. هدفه كده كانت محمود خطيب، اي رئيس نادي هيجي. ما انا ما قلتش على فكره، انا ما قلتش لا قلت ده تقليل من رؤيه المهندس محمود ولا الكابتن الخطيب، انا بقول ان الناس تكمله، التكمله طيب. ان انت لصالح الاهلي، التنافس القوي اللي في الاهلي حاليا لصالح النادي الاهلي طيب. لصالح عضو الاهلي، فمطلوب من العضو ان هو يختار الافضل للمستقبل. شوف الثلاث اربع سنين اللي مروا على المجلس المهندس محمود طاهر، انت بتتكلم في دوله كانت بتتحول معاك من سرعات ومنافسات الى دوله عايزه تستقر، الشكل بيختلف في الميديا وشكل بيختلف، الى دوله فيها مشاكل في الاداره الماديه، الى دوله بتدور على راعي من بره. هو النهارده الاهلي لما جاب شركه صلا السعوديه من بره، هو مش حبا في صلا، لكن هو اضطرارا ان انت عايز تعمل تطوير. لكن المره الجايه شوف الاهلي شكله ازاي مع الرعاه في مصر، هو ده. فانت خريطتك النهارده بتتغير حسب تغيرات السوق. صحيح. طيب يعني انا بقول مثلا واحد كعضو جمعيه عموميه، في بعض الناس ممكن تقلق انها تروح تسمع الكابتن محمود الخطيب، او تقلق انها تسمع المهندس محمود طاهر، وبتفضل
يعني مش عايز تظهر هنا او هنا. انا بشوف ان انت كعضو جمعيه عموميه وده اللي انا بقوله دايما، روح اسمع هنا، روح اسمع هنا عشان تشوف الافضل. كانك قلت اللي انت بتشوف ان هو ده المستقبل ناديك يعني بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه، مش بتكلم بقى الجمهور اللي هو بيحب الكوره من بره الجمعيه. هو انا هكلمك في دي، بس انا في كام نقطه كده بسرعه بس هلمس عليهم بسرعه. انت سالت بس سؤال بتقول الاطراف اللي بتعلي، هي القصه ايه؟ انه في ناس بتيجي تتكلم عن المهندس محمود طاهر ساعات بتتكلم بطريقه بتسخن طرف تاني، يعني انك انت بتحس الناس ان هو مش عمل شيء رائع واكمل انجازات اللي سبقوه. في ناس ساعات لما تيجي تتكلم تدي ايحاء انه عمل اعجاز، الطرف التاني لما بيسمع كلمه اعجاز بيسخن، ودي طبيعه بشريه. لا ما استنى عندك بقى مش اعجاز يعني، كان ايه؟ لا ما تزودهاش قوي كده، هو يعني عمل ايه؟ شفت اوتوماتيك. فهمك. وهو في نفس الوقت عنده قناعه لما بيهدى بيقول لك ايه؟ احنا بنعترف ان المهندس محمود طاهر مثلا عمل وعمل وعمل، لكن اللغه اللي انت بتبدا بيها هي اللي بتحرك لغه العرض. لغه العرض، برافو عليك يعني، هي دي اللي بتثير اللي قدامك. انت لو بتعرض قضيتك بشكل هادي هتمتص غضب اللي قدامك، لكن ما تدوسش عليه وتقول له وتحسسه انه عمل اعجاز. المهندس محمود طاهر انجز اكمل مفيش كلام، لكن ما تديش بقى للطرف الثاني احساس انه ما حدث هو اعجاز لن يعلم ولن يحدث. انت بتدفعه ان هو يبدا يرد عليك يقول لك استنى عندك فتسفه، يضطر يسفه من اللي انت عملته. دي اللي محمد بيقول لك ليه بيسفه. هنا بتيجي ادي البدايه وادي النهايه. حته الجمهور لازم تضع في حساباتك جمهور النادي الاهلي. كان الكابتن صالح يقول لك ما ياثرش على قرارك، هناك فصل بين انه ما ياثرش على قرار ويفرض عليك واقع، او انك لازم تحترم رغباته وتحترم طموحه وتحترم اهتمامه وتحترم احترامه ليك، لان الجمهور هو عصب النادي. طبعا عضو الجمعيه العموميه مفيش كلام، ده قضيه محسومه، لكن كمان الجمهور لازم تحطه في حساباتك بكل قوه. الجمهور، ما هي النادي الانديه عموما شعبيه، والشعبيه دي اللي هي الجمهور، فانت ما تقدرش تركنه على جنب. بنفصل بين انه ما يتدخلش في القرار، او انك انت لازم تعمل حسابه وتعمل تقدير له. بص، لا الجمهور بقى، استنى عشان طب اخلص ونرجع ده. ما انا هقول لك بس على جزئيه الجمهور. الجمهور شكله اختلف في اخر اربع مباريات الاهلي. ليه؟ حته التنظيم اللي داخل. خليني اكلمك في الجمهور لما اخلص. مش كده بس، لا انا هكلمك. جمهور الاهلي من فترات قليله في سنين المجلس الحالي كان في حاله حشد كبيره جدا ضد المجلس، فبقى في اعتداءات، وده ما بيحصلش في الاهلي خالص. طب ممكن استاذنك دلوقتي شكل الجماهير اختلف مع تطورات الانتخابات في وجود استاذ مصطفى مراد فهمي. طيب انا هرجع لحته الجمهور دي، دي حاجه انا هشرحها لك، قصه الجمهور ده عموما بصفه عامه يعني هشرحها لك عمليا. ممكن حلقه ثانيه. لا خالص، ده هو تفاصيل جدا. احنا مع بعض لغايه لما تقول ما خلاص لما يقولوا لي خلاص. القصه بقى الثانيه اللي هي بتاعت انك تروح هنا وتروح هنا، لا انت لازم تروح في كل مكان. انا مثلا كاعلامي انا لازم اروح في كل مكان. انا بتمنى ان الناس تقرا السي في بتاع المرشحين، مش تروحوا بس. اوعى تاخد من انت تفاجئ بان في ناس بدون ذكر اسماء، في ناس ليها سي في مفاجئ بالنسبه لي. مفاجئ دي امانه يعني. صحيح. انا فوجئت بناس وايه وسن وتحت سن صغير. اللي بيدرس مش عارف فين، واللي نائب رئيس مجلس اداره ايه، واللي طلع كان راعي في شركه ايه، واللي يعني لا يا جماعه، ده انتوا لازم تقروا كويس قوي عشان لما تختار اللي هيمثلك بشكل سليم. بشكل اوعى تاخدها عمليه عند، اوعى كبرك يغلبك، خد بالك. فانت لازم النهارده انت عندك انواع. عندك في ابن النادي اللي انت بترمي عليه يقول لك يا عم ده ابن النادي وابن الملعب وده اللي متربي هنا وعارف قيمنا واصولنا واخلاقياتنا وفي النجم الرياضي ممكن ما يبقاش مولود في النادي لكن بقى له فتره في النادي واصبح يعني مهم جدا تواجده، لانه هيأثر في العمل. ليه كتله وهيأثر في العمل. صحيح. هيأثر. تلاقي مثلا واحد زي راني علواني، معلش يعني، او جوهر، دول او شيرين، كابتن شيرين منصور طبعا، او شيرين منصور، دول ناس رياضيين في الملعب، ولاد رياضيين يعني متواجدين في الملعب. في خبره، في خبرات هنا وهنا، في وجوه جديده اللي انا بكلمك عليها.
اللي انت هتفاجئ بيها شباب وكبار. لا في هاني سريد دينو وخالد حبيب، ده دول كمان الشباب الكبير. لا انا عايز اقول لك ان الاثنين تحديدا لما تيجي تبص لهم بقى في السي في اللي حضرتك بتتكلم فيه، لا مع احترامي لكل الموجودين في الانتخابات هتلاقي في سي في محترم جدا. هاني سريد الدين ده اصلا كان مرشح برئيس وزراء، رئيس وزراء صحيح، يعني كان مرشح برئيس وزراء وكان رئيس البورصه المصريه. يعني الراجل بتاع اقتصاد شغلته يجيب فلوس. ده خالد حبيب الراجل اللي بيعمل اللي بيأهل كوادر، لا الراجل بيأهل كوادر لرئاسه الجمهوريه، كوادر الشباب اللي هو بيعمل منتدى الشباب واسبوع الشباب وكل يعني بقول لك انت بتتكلم الاهلي المره دي في وجوه، يبقى مطلوب ان انا اقرا زي محمد قال، اقرا السي في بتاع الناس. ما انا بقول لك يا استاذ خالد، انت ما تختار المره دي تحديدا تحديدا هتختار للمستقبل. بالظبط كده، انت بتتكلم في 4 سنين جايين، ايه اللي هيبقى موجود، العضو اللي هختاره هيعمل ايه، هيقدم ايه، هيطور ايه. ده كلام انت النهارده لما بتيجي تبص، ممكن ابقى نجم رياضي بس مش هقدر اقدم، وده عادي تمام وما يقللش منك كويس على فكره. بس عشان الكلام ما يفهمش غلط، انا ما بتكلمش على كابتن محمد الخطيب، انا بتكلم على اي نجم رياضي يقدر يتطور بشكل عام. انا بس النجم اللي هيقدر يقدم في الرياضه هو عنده ايه، عنده شركات تقدر تساعده ان هو يطور، عنده افكار تقدر يجيب بيها استثمارات. اللي حصل في الاهلي دروب الكبير اللي حصل في الاهلي في الاربع سنين الاخيره في الناحيه الماليه بالطفره الكبيره اللي شافها، ده تحسب لاي حد يكون موجود. وانا عايز اقول لك ان اللي اتحصل في المجلس ده عامل ثقل على المجلس الجاي، حتى لو الهندس محطور هو اللي هينجح هيعمل له التعب. ان انت النهارده مطلوب منك توفير مبالغ ماليه كبيره جدا لكل الناس في ظل الارتفاعات الموجوده في السوق المصري، فانت بترفع مرتبات الناس، في ظل ان انت بترفع رواتب اللعيبه، في ظل ان انت بتتكلم في مكافآت، في ظل ان انت بتتكلم في اراضي كبيره. هقول لك حاجه يا احمد، كل الحاجات يعني دي في الحقيقة بتبقى في صالح الاداره الرياضيه. وانت بتتكلم على النادي الاهلي، الاداره الرياضيه من بتختلف من سنه لسنه، تطورها الدكتوره بتاعتك في الاداره الرياضيه صح؟ انا عامل دبلومه في الاداره الرياضيه. ماشي. بتختلف من سنه لسنه، بتختلف من يوم ليوم، فانت بالتالي لازم تواكب هذا المشكله. انت النادي الاهلي عايزه فين؟ احنا دايما بنقول احنا نادي عالمي، احنا ليس حتى الان احنا عالميا ان احنا بنشارك في كاس العالم للانديه، لكن احنا ككيان كان احنا نوصل للناس بره في اوروبا مثلا زي ما هم وصلوا لنا بالشكل ده، احنا محتاجين احنا محتاجين يعني عندك الاستاد اهم حاجه الاستاد، وعندك على فكره انت عندك كنادي اهلي عندك شعبيه كبيره تقدر تخليك من قاعده الجماهير تروح للجزء. هو في النهايه احمد، هو في ورق مكشوف. كل الناس دي لها خبرات قديمه صحيح. في التعامل انت برضو انت بتختار عضو جمعيه العموميه، هو بيختار هيختار برضو الناس عندها خبرات. وانا انا بيتهيألي 80% من الناس اللي مترشحين عندهم خبرات في هذا المجال هنا على مستوى الرئاسه ومستوى الانابه او امين الصندوق، كلهم ناس اشتغلوا. الناس عموما وهي بتختار لازم تفهم في فرق ما بين انك انت بتختار مجلس اداره بيخطط لمستقبل وما بين واحد تروح تقول له اعمل لي وما اعملكش، يعني اللي هو ايه؟ لا مفيش كده خلاص. لا ما اقصدش، احنا تعودنا ازاي؟ تعودنا في الاهلي في ترتيباته ان انا عندي مجلس اداره، ولو على الكوره عندي لجنه كوره وعندي نشاط رياضي، ما بطلب حاجه كعضو او انا بقدمها كده بالتسلسل. لا بس انا خلي بالك الوضع اختلف، العلم والتخطيط هو اهم شيء عشان توصل لحاجه انت ما لهاش دعوه طبعا بموضوع الدبلومه بتاعتك. لا انا بعمل ام بي اي دلوقتي. فانت بتتكلم في حته، لا ده انت كنادي اهلي زي ما بقول لك، انت لو خططت بشكل سليم في المرحله اللي جايه هو محتاج الطفره دي، هتروح في حته ثانيه خالص. انا شايف الاهلي لو عمل استاد في الفتره اللي جايه، لو بدا فعلا هو ده جزء لا ده مش جزء، ده الصح. النهارده ما ينفعش تبقى نادي بهذا الكم الكبير من الانجازات والنجوميه والانشاءات وما يكونش عندك استاد. ده يعني عيب ان انت كل مره تروح تدور على استاد تلعب فيه، تلعب في اسكندريه ولا تلعب في السلام ولا جزء ولا تلعب في القاهره. انت بنفس المنطق اللي انت بتتكلم بيه، العمليه كل مدى بتتصعب، يعني انت بتقول كل يوم هتزيد وحلو، التطلعات بتبقى موجوده مختلفه. بالظبط كده، بالظبط هو ده بالنسبه طبعا لجمهور النادي الاهلي واعضائه، حقه جمهور النادي الاهلي. يا جماعه احنا ساعه ما بنتكلم في ماتش كوره يا محمد، اول حاجه بنتكلم فيها ايه؟ جمهور. صحيح، جمهور اللعيب رقم واحد، جمهور اللعيب رقم 12. خالد الاستاد يبقى عدده كام بقى عشان انت لو هتستوعب جماهير الاهلي؟ لا ما تقدرش تتكلم في استيعاب جمهور النادي الاهلي، انت حسب المكان مش اقل من 60، حسب الظروف طبعا. ما فيش اقل من 60,000 تحت اي ظرف، يعني اي استاد محترم له قيمته وقدره ولو بس ما تنساش ان ده استاد نادي. ليه؟ ما انا بقول لك نادي مش استاد دولي. لسه بكمل كلامي، يعني استاد ينتمي لنادي ما بيقلش عن 60، يعني من 60 ل 70، يعني جميع الاستادات الكبيره. ما انت برضه خد بالك
انت هتحطه في مكان مش ممكن هتنتظر انه هيروح 100,000، وانت لو هتحسبها قياسا بجمهور النادي الاهلي يبقى مش هتعمل استاد. انت عايز خلصت، انت تاخد الشيخ زايد كلها مدينه، تاخد الشيخ زايد كلها عشان تاخد جزء من جمهور النادي الاهلي اللي بيروح الماتشات، لان يبقى فيه ستات ورجاله عواجيز واطفال مش هيقدروا يروحوا الملعب. بنتكلم بس في استيعاب الناس اللي بنحلم بحاجه زي كده الصراحه. طبعا. طيب لا، الجماعه العموميه عامه بشكل عام بتشوفها يعني واعيه بالشكل كافي السخان؟ طبعا ما ده ده سؤال ما تسالش من وجهه نظري انها اكثر الجمعيات وعيا. وانا ليا وجهه نظر، ليا وجهه نظر يعني اتمنى انه لما يحصل اختيار يحصل اختيار قايمه على بعض. انا يعني انت بتقول أنا اختيار قايمه على بعض أو رد. على الاقل ايه انا رد بقى. طب اخلص وبعدين. اصل انا يعني انا هقول برضو رايي في الحته دي. صفتك عضو جماعه وميه صعب، صفتك عضو جماعه وميه صعب يبقى قايمه. صفتك عضو جماعه وميه. شوف هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه. القائمه بسلبياتها افضل بكثير من اختيارات فرديه بايجابياتها. يعني انت ممكن بص يا تعودنا في النادي الاهلي على حاجه جميله جدا واقعيه وعمليه، مش عارف اعرف اقول اسماء ولا لا، انما هي كانت كده. النادي الاهلي متعود دايما انه عامل زي، كنت دايما اقول عامل زي السبحه، كل حباتها قد بعض. ممكن يبقى فيه حبايه من الماس، حبايه من الماس وكبيره كده، وهي داخل السبحه بتحس انها واخده شكل شاذ شويه، مش عامله السيمتريه بتاعت السبحه، مش مديه الشكل الجمالي للسبحه. لما تستبعد الحبايه دي برغم انها ممكن تكون اعلى من كل الحبات اللي موجودين، لكن بتدي تخلي تحافظ على الشكل الجماعي، تحافظ على الاداء الجماعي. انا بشوف انه ياما النادي الاهلي ضحى بناس على مستوى هايل، سواء على مستوى الملعب، مستوى اداره، مستوى حاجات كتير جدا، وهم على يعني مميزين عن ناس موجودين، لكن ربما يفتقدوا للعمل الجماعي، ربما يفتقدوا للقدره على الانسجام مع الاداء الجماعي. الناس بتخاف ان يقول لك مفيش معارضه. غلط غلط، المعارضه ممكن تكون موجوده من نفس المجموعه اللي مع بعض. صحيح. يعني انا وانت ومحمد ممكن نتفق دلوقتي احنا كويسين، ممكن نعمل شركه مع بعض، ممكن نختلف في النهايه، القرار الاغلبيه بيمشي، لكن بيتسجل في محضر الاجتماع انه كان في مثلا اعتراض على كذا. في يوم من الايام لما تتكشف انت تعرف انك انت قلت الصح والغلط فين. انما الاداء الجماعي مريح، الاداء الجماعي مريح. الناس فاهمه ان الناس معلش يا احمد فاهمين ان هم ايه هيداروا على بعض عشان هم مجموعه مع بعض. لا ده ما بيحصلش. الاداء الجماعي مريح، بيسهل من اتخاذ القرارات وبيسهل من النجاحات، وطول عمر النادي الاهلي ماشي بالنظام. بس وجهه نظري في المنافسه والسباق الانتخابي الحالي المواضيع مش تبقى بال بص يا استاذ خالد، ممكن يحصل انت في العضويه اختيار ممكن واحد او اثنين، مش هيبقى فيه ازمه. لا انت لكن انت انا مش عايز اضرب صح ولا مش عايز اضرب الاغلبيه. بلاش 50 و50 او 60 و40، ما تعملش ربكه في المشهد. انت ما تعملش ربكه في المشهد، دي مش ربكه. لا ازاي؟ خلاص بص يا باشا، انت القايمتين لو احنا بنتكلم بقى بشكل عام ان القايمتين تقال، فالناس اللي فيهم مفيدين اكيد، سواء تيجي كده او كده، فانت في الاخر بالنادي الاهلي. تمام. فكره ان انت تبقى لو انت النهارده موجود في قايمه المهندس محمود طاهر او الكابتن محمود الخطيب، وحصل في الانتخابات انك جيت هنا مع قايمه المهندس محمود طاهر او جيت مع كابتن الخطيب، انت برنامجك في الناحيتين يعني هتبص ليه متشابك، مش اللي هو ده بيعمل حاجه ما حدش هيعملها، او ده هيعمل حاجه ما حدش هيعملها. لا، هما الاثنين بيتكلموا في اطار واحد اللي هو ايه اللي انت بتتكلم عن السمع هنا ولا بتتكلم مش عارف هنا على صحيح. الرؤيه، وهنا بتتكلم على اللجنه، يعني كلها تقدر تتعمل، واللي ما كانش موجود هنا تقدر انت كعضو لو نجحت تقدر تعمله او العكس. فبقول لك طب ما هقول لك على حاجه، طب ما انت بتتكلم في برنامج، طب ما قائمه المهندس محمود طاهر كلها المره اللي فاتت نجحت في القائمه. احمد ما انا مش هو ده اللي حصل؟ لا مش قائمه المهندس قائمه محمود كلها نجحت. انت بتتكلم في برنامج، ما هو برنامج. لا برنامج ده اقل حاجه ممكن تواجه مجلس اداره. يا محمد بص يا ريس، لما تنجح وانت عضو، وحتى لو خارج القائمه، فانت لا ادي واحد، لا ده انت لما تنجح وانت خارج القائمه فانت عضو لصالح النادي. انت خلاص انا انتخبتك، ممكن نكون شايف ان انت احق من واحد تاني. اللي انت بتتكلم فيه ده اقل حاجه، اقل حاجه. ليه؟ لانه تنفيذ البرامج في الاخر كله هيجمع على مجموعه البرامج اللي هتتنفذ، والثوره اللي انت بتشوفها في الاول لما بيدخل يقعد على الكرسي بتهدى شويه. فسيبك من قصه البرامج اللي بتعرض في الاول، لانه في النهايه انت هتعرض، كل واحد هيعرض برامجه وبالورقه والقلم والحسابات، اللي هيمشي يمشي واللي هيتعطل يتعطل واللي هيتلغي هيتلغي. انما القصه
لما ينط لك فجأة قضية، يتفتح ملف قضية، أي قضية، إذا ما فيش الهرموني اللي محمد بيتكلم عليه هيحصل خناق ويحصل خلافات. ليه؟ لأنه هيبقى فيه تباعد في الفكر، وتباعد في وجهات النظر، وتباعد في لغة الحوار، وتباعد في في الثقافات، وتباعد في التقارب اللي قبل كده، يعني في سيمترية واحدة أو انسجام بين المجموعة. ده لو احنا جايبين أعضاء من بره النادي، ما هم في جوه النادي زي بعض. ما هم اللي نفس في القائمتين زي بعض، هم نفسهم من ولاد النادي، تمام كده؟ لكن في مجموعة وفي مجموعة. بص يا ريس، قائمة المهندس محمود طاهر نجحت كلها، ونصها استقال وحصل فيها مشاكل. يبقى انا عندي كاملة. صح، يبقى انا عندي حق. ما انا بقول لك لا، ده بس هو قصده على انها اختيار القائمة بالشكل الكامل مش حصل فيها كده. لا خد بالك، مش قائمة المهندس محمود كلها كانت كاملة، هو حصل لظروف معينة. طب بلاش قائمة المهندس محمود طاهر، يرجع ورا الكابتن حسن حمد التعيين، مش حصل مشاكل مع مين ومين؟ ايوه مش عارف. لا قول عشان بس ارد عليك. طب النهارده وقت ما كان الاستاذ العامري فاروق بره القائمة، ادي واحد ودخل، ادي واحد، مين كان بيكلم الاستاذ فاروق؟ الاستاذ العامري. مين اللي كان بيكلمه؟ مين كان بيكلمه في اعضاء المجلس؟ ولا عضو مجلس. ما هقول لك بقى، ما انت عايز تتكلم اكلمك. ثانية واحدة. ولا الكابتن حسن حمدي ولا الكابتن حسن حمدي كان بيسلم على الاستاذ عامري فاروق في مجلس الادارة يا احمد. واول ما الاستاذ لحظة بس يا ريس، اول ما الاستاذ عامري فاروق مسك وزير الرياضة كانت مشكلته الأولى مع الكابتن حسن حمدي والكابتن الخطيب. طيب استاذنك في حاجه بس، وعلى فكره هو صديقي جدا، هو كان خارج خلاص. لا 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 كان لا ولا هو العمري فاروق نجح غصب عن مجلس الكابتن حسن حمدي، هو خد ثقه الاعضاء من الاعضاء. طيب استاذنك في حاجه، وكان بره على فكره، هو كان بره. كان بره الحسبه. خلينا بس، انت انا بشكرك على اللي انت قلته ده، انت قلت كلام اهو. لا لا ازاي؟ بص يا استاذ خالد، هو الاستاذ عمرو فاروق ده مش كان المجلس، عايزك تقول اللي انت قلته تاني. ماشي، استاذ عمرو فاروق ده مش كان المجلس اللي قبله مع الكابتن حسن حمدي، ما كان موجود، ماشي كان موجود، دخل الانتخابات. لا في الثانيه، في الانتخابات الثانيه لما الكابتن حسن حمدي قال له انت بره القائمه، قال له طب خلاص هنزل لوحده، ونزل لوحده ونجح. وحصل خلافات، ولما دخل المجلس ايه اللي حصل؟ ما انا قلت لك اللي حصل، ما ده اللي انا بقول عليه اهو. ما هي نفس الراجل اهو، وحصل تهميش للراجل، وراجل بره المجلس، بره المجموعه. لما العمري كان بره المجموعه باللي انت بتقوله، باللي انت بتحكيه، لا بره المجموعه بالشكل الثاني مش الاولاني. مش ما هو كان موجود في الاولاني. انا ليا في الاخر دلوقتي اصبح ند، دخل زي ما انت بتقول رغم ان في المجلس وقعد، ايه اللي حصل؟ تم تهميشه زي ما انت بتقول. ده اللي انا بقول عليه، ان ممكن يحصل ده. انا مش عايز ده، انا مش عايز، انا عايز يبقى في قائمه كامله بالنسبه لك. قائمه كامله ممكن يعني يجي واحد الناس تثق فيه انه عنده القدره على انه يتعامل مع المجموعه. انت بتدرسه، ممكن يكون واحد في واحد او اثنين يقدر، لكن قصه ان في القائمه كان في سته. الايه؟ قائمه المهندس محمود طارق كان فيهم سته استقالوا، سته مش خمسه، سته. ما احنا عايزين نتفق انه حصل. هو كانت قائمه على فكره، وعايز اقول لك على حاجه، قائمه الراجل مختارها، وقائمه الراجل اتعامل معاها باحترام. خليني اقول لك بمعلومه، قائمه الراجل عمل معاها كل حاجه. وفي مجموعه من الناس بشكل تاني بالظبط. احمد بص، النهارده الاستاذ ابراهيم كفران مش كان مع المهندس محمود طارق؟ هقول لك انا اهو، هقول لك انا هجيبها لك برضو، عشان انت خليتنا نتكلم في تفاصيل كنتش احب اتكلم فيها. لا نتكلم برضو، انا عايز اتكلم في الكوره. هتكلم هتكلم في الكوره حالا والله، عشان وقتي بس معاك. اخر لقطه، اخر لقطه والله. خد بالك، ما بين محمود الخطيب والعامري فاروق ومرتجي والدرندالي والمجموعه اللي معاهم اساسا علاقه قويه تاريخيه قديمه، عارفين بعض كويس، حافظين بعض كويس، مجموعه متناغمه ومتناسقه. المجموعه بتاعت المهندس محمود طارق، لان ما تنساش ان المهندس محمود طارق ما كانش عايش في النادي الاهلي على طول قبل ما يبقى رئيس مجلس اداره. ده صح. فجمع، خد بالك من كلامي، جمع افراد. جمع افراد. لا يمكن، لا يمكن ان ترى في المجموعه بتاع الخطيب مثلا لو نجحت في المجموعه اللي هي حبل واحد دي كلها، استحاله يحصل ده. استحاله هتلاقي انقسام يؤدي الى ان في خمسه او سته يمشوا. ليه؟ لان هم رابطه واحده. الانقسام موجود دلوقتي يا حبيبي. لا 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 استنى بس، لا لا ربطة واحدة. ما انا بقول لك الانقسام موجود. لا انت بتتكلم في جزئية وهتتحل. طب انا اقول لك على حاجة، ايه اساس؟ بعيدا بقى عن الاسماء، في اثنين في قائمة الكابتن محمود الخطيب غير راضيين على الاستاذ عامر فاروق قبل الرئيس. يا سيدي يا سيدي ماشي. احمد هو يعني أنا مش مكاني، انا مش مكاني. وانت والله انا هروح مع محمد، محمد بص انا هروح لمحمد فاروق يساعد في الاهلي ينتخب. لا بص يا احمد، لا انا مش، انا هنا مش على فكرة. بص يعني انت، لا والله انا بحترمك سعداء بالشكل. انت مقتنع لا انت مقتنع بفكرة القائمة الواحدة. ايوه وانا عندي نفس القناعة، لكن بقول لو انت حصل ماكس ما بين القائمتين هيكون لصالح. انا لا لا ازاي بقى، مش هتكلم عن الكوره والله، خلاص وقت انتهى. مش هتكلم في اي تفاصيل برضو والله تاني خالص. انا بتكلم طيب. في انه برضو ايه ليه حصل الانقسام ده؟ لان زي ما بقول لك المجموعه ما كانتش قديمه قوي مع بعض زي ما حصل دلوقتي.
ما احنا برضو ايه مجموعه المهندس محمود طاهر برضو حاليا معلش محدش يفهم كلامي غلط تم تجمعها برضو ده اللي انا بقوله ده ممكن يؤدي لده لكن المجموعه بتاعه اللي هي بتاع الخطيب تمام صف واحد يعني ناس قدام مع بعض بقالهم سنين تمام. بس ده اللي انا عايز اوصله يعني عامه وجود كل المرشحين سواء في قائمين او في قائمين او في خدمه النادي يعني ده اللي انا عايز اقوله والمنافسه اللي موجوده واكيد كل واحد ليه مناصرين داخل الجمعيه العموميه كل واحد تمام. مقتنع بفرد من القائمه هنا والقائمه هنا هينتخبه هنشوف صراحه يعني ممكن نقول لمصلحه النادي الاهلي يا استاذ خالد انا بشكرك طب كنا كنت عايز خلاص بقى الكوره بقى هنتكلم بقى الكوره مع كابتن محمود صلاح الصراحه نجم مصر نجم الاهلي ما هو زمان محمود مستمتع باللعب لا هو موجود معانا هيخش معانا اشكرك استاذ خالد طبعا شكرا ليك واشكر احمد ده دايما بيخلي لا احمد جميل اشكرك يا احمد اشكرك يا شباب يعني نورت وشرفت انتوا الاثنين يعني واكيد انا ما كنتش عايز انا ما بحب يعني ما بحبش يعني حته الانتخابات في برنامج انا هنقل مع محمد فاروق سعد بس هنقل محمد فاروق سعد الاهلي انت هو طبعا استاذ محمد فاروق هيبقى موجود كمان دخلت راجل طبعا الناس اللي محترمه القناه فبالتالي اتكلم زي ما انت عايز انا بتكلم في كوره بس انا حبيت بس اشوف واستمتع بان احنا في الفتره اللي فاتت واحنا بنشوف القائمه هنا والكوادر اللي هنا والقائمه هنا والكوادر اللي فيها بص الواحد بيبقى سعيد جدا كل المرشحين جداً. موجودين للاهلي ولخدمه اعضاء الاهلي صحيح وان شاء الله الاعضاء يفضلوا اكتر ان شاء الله اشكركم شكرا جزيلا بعد الفاصل هيكون معايا كابتن محمود صلاح طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي هنتكلم بقى على النادي الاهلي واكيد يعني دخول النادي الاهلي مره اخرى لا بقى للدوري الممتاز والحفاظ على اللقب الثالث هدفه كلام كتير مع كابتن محمود صلاح في هذه الجزئيه بعد الفاصل